سلام ومساء الخير عليكم. ان شاء الله نكون كلنا بصحة وبأمان وملتزمين بالتعليمات اللي نصحتنا بيها وزارة الصحة عشان نقلل من تعرضنا للإصابة بالفيروس الكوفيد 19. اليوم انا حبيت اشارك معاكم حاجات اللي تساعدنا لبناء وتقوية الجهاز المناعي اللي هو سلاحنا الأساسي ضد الإصابة بأي فيروس او بأي مرض، ومن ضمنهم طبعا الكوفيد 19. الناس اللي تعرضت للمرض ونجحت ان هي تتغلب عليه تغلبت عليه بسبب قوة الجهاز المناعي. تركيز النهاردة على الحاجات اللي ممكن ناخدها من الدايت، من الاكل اللي بتساعد في اول حاجة بناء جهاز مناعي قوي، تاني حاجة في تنشيط جهاز المناعي، وتالت حاجة في تقليل كمية السموم اللي موجودة في الجسم اللي بتقلل من كفاءة جهاز المناعي. لو اتكلمنا عن الحاجات الاساسيه لبناء الجهاز المناعي اللي محتاجينها من الدايت، اول حاجه البروتين، ان احنا نكون عندنا كميه كافيه من البروتين. تاني حاجه الاي اف اي او الاوميجا 3، ودي نوع من الفات اللي بيكون موجود في اسماك المياه البارده زي السلمون والتونه والسردين. انا عارفه ان دي مش موجود منها كتير في منطقتنا او في الوطن العربي، لكن ممكن ناخدها عن طريق حبوب او سبلمنتس، وفي كل الناس بتاخدها كده لان الجسم محتاجها بكميه كبيره، صعب ان احنا ناخدها نحصل عليها من الاكل بس. من الفيتامينات فيتامين A، فيتامين E، مجموعة ال B vitamins، فيتامين C طبعا بيجي على ال top of the list، فيتامين D، فيتامين E، ومن المعادن من أهمها الزنك، تاني حاجة الحديد والمغنيسيوم والكوبر أو النحاس والسيلينيوم. كل دي حاجات أساسية لازم نديها للجسم عشان نبني جهاز مناعة قوي. وبين الحاجات التانية انه يكون عندنا بيئة البكتيريا اللي موجودة في المعدة تكون بكتيريا صحية وبكتيريا مفيدة، تكون نسبتها اكتر من البكتيريا الضارة او اللي بنسميهم البروبيوتيك، وده عن طريق ان احنا بناكل حاجات اللي هي بريبيوتيك او الاكل للبكتيريا الصحية زي الثوم، زي البصل، زي انواع زي الخضار الاخضر والارنبيط، الكرنب، الحاجات دي كلها. وطبعا بنقلل من بنحافظ على نظام غذائي صحي. الحاجات اللي بتساعد على تنشيط جهاز المناعة، بعض من الفيتامينات والمعادن اللي بتبني جهاز المناعة برضو بتساعد على تنشيط جهاز المناعة زي فيتامين A، فيتامين E، فيتامين C، فيتامين D والبي فيتامينز، وكمان الزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم. دول بيساعدوا كمان زي ما بيبنوا جهاز المناعة بيساعدوا على تنشيط جهاز المناعة. غير كده في أعشاب كتيرة بتساعد على تنشيط جهاز المناعة زي في عشب اسمه بلسم الليمون، وده عنده خصائص مضادة للفيروسات. الحاجات اللي موجودة في الأكل عندنا عادي هي الثوم والبصل الطازة، مش المقلي، مش بتاع تقلية، بس الثوم والبصل الطازة اللي بناخدهم في السلطة أو بناكلهم فريش مش مطبوخين. الجينسينج، الجنزبيل، الكركم، كل دي حاجات بتساعد على تنشيط جهاز المناعي. في حاجات تانية زي جسمنا بيبنيها، جسمنا بيعملها، بس لو اخدناها في فترات زي الفترات دي بتساعد على تنشيط جهاز المناعة اكتر، زي الجلوتاثيون، وده بيساعد على تنظيف الكبد من الدهون وتقوية الكبد، زي انزيم كوكيوتان. دي حاجات جسمنا بيعملها، لكن في ساعات بناخدها في وقت نكون يمكن محتاجين تنشيط جهاز المناعة، بناخدها لفترة قليلة وبنبطلها بعد كده، بناخدهاش لمدة طويلة علشان ما تأثرش على قابلية الجسم ان هو ينتجها طبيعي. الحاجة التانية ان احنا لازم نقلل من السموم اللي الجسم بيتعرض لها علشان يكون الجهاز المناعي يبذل طاقته انه يحارب الفيروسات او الانفكشن اللي ممكن تجينا، بدل ما الاول يبذل الطاقة بتاعته انه هو يتخلص من السموم. السموم دي طبعا زي الكحوليات، زي السجاير والدخان، جميع انواع الدخان، والاكل غير الصحي، الاكل غير الصحي، الدهون غير الصحية، واكتر حاجة السكر، السكر، السكر والكربوهيدرات. الحاجات الاكل اللي احنا اللي ممكن تكون حاجه بتاكلها بتكون بتضايق معدتك او بتتعبك، بنكون عندنا مش حساسيه، بس الجسم ما بيقدرش ان هو يهضمها بطريقه سهله، فبالتالي بتمثل عبء
على الجسم وعلى جهاز الهضمي وعلى جهاز المناعي، وبتأثر على بيئة البكتيريا الموجودة في المعدة اللي هي بتأثر بنسبة كبيرة جدا على جهاز المناعة بتاعنا. وطبعا المية الكافية والنوم الكافي والحركة الكافية اللي هي من الحاجات الأساسية كمان اللي بتساعد على تقوية الجهاز الليمفاوي اللي هو جزء كبير جدا من جهاز المناعي وبيساعدك على التخلص من السموم. فإن شاء الله يكون الكلام ده لقيته فيه فايدة وينفعكم، ونحاول ندي جسمنا الحاجات اللي محتاجها عشان يكون عندنا جهاز مناعي قوي يقدر يتغلب على أي حاجة بنتعرض لها. شكرا.